لكل منا شغف وقدرات خفية، لكن هل سمعت عن أشخاص شغفهم وقدراتهم تكمن في الجرائم؟ سكارفيس هو أحدهم، بل أشهرهم، فهو أحد أشهر رجال عصابات في الولايات المتحدة في عشرينات وثلاثينيات القرن الماضي، الذي عرف بأنه شيب الدولة. فمن هو هذا الرجل؟ اسمه الحقيقي ألفونس كابوني، ولد في أمريكا عام 1899 لأبوين إيطاليين مهاجرين. وفي يوم من الأيام أعطى الأب المهاجر ابنه صندوق تلميع الأحذية وقاده إلى زاوية شارع مزدحم في بروكلين. هناك أعجب الطفل بذكاء رجال العصابات وهم يبتزون التجار المحليين وزملائه الذين يلمعون الأحذية. وربما تتساءل، كيف يمكن لطفل أن يعجب بهذه الأعمال؟ منذ صغره كان كابوني مشاغباً، فقد طرد من المدرسة في سن 14 بعد أن ضرب معلماً، وحصل على لقبه الشهير سكار فيس بعد أن قطع خده أثناء أحد القتالات، وانضم بعدها إلى عصابات أطفال لأعمال التخريب والجرائم الصغيرة. وفي عام 1920 انتقل كابوني إلى شيكاغو ليساعد في إدارة الأعمال غير القانونية لرجل عصابات يدعى جوني توريو، الرجل الذي أصبح مع الوقت قدوته في الحياة. وسرعان ما أصبح كابوني يدير أحد أشهر العصابات في أمريكا التي جنت حوالي 100 مليون دولار سنوياً، وخصوصاً في فترة الحظر الذي منعت الكحول من عام 1920 إلى عام 1933. ولم يكن كابوني آسفاً على الطريقة التي يكسب بها رزقه، بل ادعى أنه كان يقدم خدمة عامة لسكان شيكاغو عن طريق تزويدهم بتلك الملاهي المحظورة. تغلب كابوني على أعدائه ومنافسيه من خلال رشوتهم وقتلهم، وتصاعد عنفه وفساده لدرجة أهانت قادة الحكومة في شيكاغو، حتى إنه في عام 1930 أصدرت لجنة شيكاغو للجريمة أول قائمة على الإطلاق بأسوأ المجرمين في المدينة، وتم تسمية كابوني بالعدو العام للدولة رقم واحد، ليصبح على رأس قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لكنه نجح في تجنب فترات طويلة من السجن عن طريق رشوة مسؤولي الحكومة وتخويف الشهود. في تلك الفترة كان من بين أعدائه العميل الفيدرالي إيلوت نيس، الذي قاد فريقاً عرف باسم The Untouchables. تم تدريبهم بشراسة ولم يكن من الممكن إفسادهم أو رشوتهم، وبالفعل ساهم نيس ورجاله في القضاء على كابوني، لكنه أدين بتهمة الاحتيال الضريبي وليس بالقتل، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً في عام 1931، وهو أقصى حكم صدر بتهمة الاحتيال الضريبي في ذلك الوقت، ليسقط وأخيراً أحد أكثر المجرمين شهرة. لكن تم إطلاق سراحه في 1939 ليبدأ في العلاج بعد أن عانى من الشلل الجزئي، ثم توفي بسبب سكتة قلبية في عام 1947 وهو منعزل في بيته لا حول له ولا قوة. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا follow, like وسبسكرايب.